عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند وأبرز ما فيها. وزير المالية مع عدد كبير من المسؤولين بجمهورية سوماليلاند في ندوة ثقافية. وزير وزارة التخطيط في سوماليلاند وتوديعه عدد كبير من السيارات. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. قامت وزير وزارة البيئة وتطوير الريف بجمهورية سوماليلاند السيدة شكري حاجي إسماعيل قامت بعمليات التنظيم الموسع بإقليم هود، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وتعد هذه الحملة من تنظيم لحدود المزارع الأهلية. قامت وزيرة وزارة البيئة وتطوير الريف بجمهورية سوماليلاند السيدة شكري حاجي إسماعيل قامت بعمليات تنظيمات موسعة بإقليم هود، وذلك لليوم الثاني على التوالي، خاصة مدينة بلق بودلة. وتعد هذه الحملات من ضمن الأعمال التي تقوم بها وزارة البيئة تجاه تنظيم حدود المزارع الأهلية للمواطنين والمزارعين هناك، وما يقوم به بعض القرويين من إقامة سياج خشبية غير شرعية على ما ليس لهم من ممتلكات. وقد قامت اليوم بإحراق كافة هذه الموانع الصناعية توسيعا للمرعى العام للثروة الحيوانية. وتحدثت بكلمة وزيرة البيئة السيدة شكري حاجي إسماعيل، أشارت من خلالها موجهة إياها إلى كافة المواطنين وقوات الشرطة الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل، شاكرة إياهم على الأعمال التي قاموا بها، كما أفادت إلى ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استخدام الأشجار كوقود مثل الفحم. من جهة أخرى، تحدث في المناسبة عدد من المواطنين شاكرين ما تقوم به من أعمال لخدمة البيئة والحفاظ على ثروة سوماليلاند الحيوانية. وكان برفقة وزيرة البيئة عدد كبير من المسؤولين وقائدي قوات الشرطة ومسؤولي إقليم هود. صرح اليوم وزير وزارة المالية معالي عبد العزيز محمد صمالي أن انتقادات مسؤولي الأحزاب المعارضة للحكومة لا أساس لها من الصحة، وأنها أكاذيب ملفقة. صرح وزير وزارة المالية علي عبد العزيز محمد صمالح أن انتقادات مسؤولي الأحزاب المعارضة للحكومة لا أساس لها وأنها أكاذيب ملفقة. هذا وأعلن وزير وزارة المالية ذلك خلال مشاركته بمناسبة احتفالية موسعة للإعلان عن تصدير كتاب جديد يتعلق بطريق المرحوم يوسف حاجي آدم قبيلة من مؤسسي البارزين لتعليم بجمهورية سوماليلاند. عقدت هذه المناسبة بمركز الثقافة والتقاليد في منطقة محمد موغي في العاصمة هرقيز. هذا وحضر المناسبة أيضا مدير الدولة لوزارة الرئاسة معالي محمد موسى أبيس ومسؤولين آخرين من المنظمات الاجتماعية وإدارة مقر الثقافة والتقاليد وضيوف شرف آخرين. هذا وأشار وزير وزارة المالية أن الحكومة السوماليلاندية الحالية بقيادة أحمد محمد محمود سيلانيو أوفت بكل عهودها قبل توليها سمام الحكم في البلاد، والتي منها تطوير الخدمات الاجتماعية والمياه والصحة والاقتصاد والتعليم. عقدت اليوم مناسبة كبيرة شارك فيها وزير وزارة التخطيط القومي بجمهورية سوماليلاند معالي سعد علي الشري وعدد كبير من المسؤولين، من بينهم الأمين العام للجنة القومية المكلفة بالإشراف على التطوير القومي واللجنة المكلفة بالإشراف على التمويل والمشاريع التطورية. وهدفت هذه المناسبة من أجل توزيع عدد من السيارات على بعض من الوزارات. عقدت اليوم مناسبة كبيرة شارك فيها وزير وزارة التخطيط بجمهورية سوماليلاند معالي سعد علي شرع وعدد كبير من المسؤولين، من بينهم الأمين العام للجنة القومية المكلفة بالإشراف على التطوير القومي واللجنة المكلفة بتمويل المشاريع التطويرية المعروفة اختصارا SDF. وهدفت هذه المناسبة من أجل تقديم عدد من السيارات وعددها 16 سيارة إلى كل من وزارة الزراعة سيارتان، ووزارة البيئة وتطوير الأرياف 3 سيارات، وعدد 3 سيارات أخرى إلى وزارة الثروة الحيوانية، ووزارة التخطيط منحت 2 سيارات، ووزارة الثروة المائية 2 سيارات، ووكالة المياه القومية 2 سيارات، ووكالة الطرق والكباري والمشاريع 2 سيارات.
هذا. وفي المناسبة تحدث مسؤولي كلا من وزارة الزراعة أثنى على هذا العمل لخدمة العمليات الزراعية. كما تحدث مسؤولي وزارة الثروة الحيوانية أوضح من خلال كلمته مدى احتياج الوزارة لهذه السيارات. كما تحدث بكلمة مسؤول وزارة البيئة أوضح أيضا بأن هذه السيارات سيكون لها تأثير إيجابي من أجل إنجاز مهام الوزارة. كما تحدث بكلمة مسؤول وكالة المياه القومية بالصوماليلاند شكر من خلالها أعضاء لجنة SDF على اهتمامهم في تلبية احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية. كما تحدث مسؤول وزارة الثروة المائية والخيرات البحرية عبر من خلال كلمته عن سعادة البالغة بهذه المنح الحكومية. كما تحدث مسؤول وكالة الطرق والكباري الوطنية أشار إلى مدى الاحتياجات الماسة لهذه السيارات لما ستقوم به من تيسير لموظفي ومهندسي الوكالة للإطلاع على سير الأعمال التي تقوم بها الهيئة الوطنية بكافة أقاليم الصوماليلاند. وكان مسك الختام حديث وزير وزارة التخطيط بجمهورية الصوماليلاند معالي سعد علي شرها أوضح من خلال كلمته إلى أن هذه الاحتياجات جاءت بناء على تلبية رئيس جمهورية الصوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم وتعهداته السابقة بتلبية احتياجات الهيئات والوزارات الحكومية. كما أضاف وزير التخطيط من خلال كلمته مناشدا كافة المسؤولين بالاستفادة من هذه السيارات والحفاظ عليها والعمل على ما تقوم به هيئاتهم تجاه التقدم بشكل عام بالصوماليلاند ومن أجل أن تعود بالنفع على المواطنين. شارك وزير وزارة المالية بجمهورية صوماليلاند معالي عبد العزيز محمد صماله في مناسبة ثقافية مع عدد من مثقفي صوماليلاند وبعض من المسؤولين للإعلان عن إصدار كتاب جديد أعده المركز الثقافي محمد موغي للثقافة والتراث يتحدث عن تاريخ أحد مؤسسي التعليم في صوماليلاند. شارك اليوم وزير وزارة المالية بجمهورية صوماليلاند معالي عبد العزيز محمد صماله وبرفقته كلا من وزير الدولة لوزارة الرئاسة معالي محمد موسى أباس وأعيان وعقال ومسؤولين آخرين وإدارة المركز الثقافي وضيوف شرف آخرين والمنظمات الاجتماعية في مناسبة للإعلان عن تصدير كتاب جديد. هذا وتحدث في المناسبة مديرة مركز محمد موغل للثقافة والتقاليد الأنسة هودو صليبان آدم وأوضحت من خلال حديثها أن هذا الكتاب والذي يتحدث عن تاريخ أحد مؤسسي التعليم بجمهورية صوماليلاند له أهمية كبيرة بالنسبة للشعب خاصة وفي طلبة المعاهد العليا والجامعات وسيفيدهم. هذا وتحدث أيضا في المناسبة وزير الدولة لوزارة الرئاسة معالي محمد موسى عباس ووجه جزيل الشكر للعاملين في المركز الثقافي ولمنظمي هذه المناسبة. وكما تحدث أيضا السيد أحمد شقلة من أعيان العاصمة وأشار من خلال حديثه أن الحكومة أنجزت كثيرا من المشاريع التطويرية في البلاد. هذا وألقى كلمة في ختام المناسبة وزير وزارة المالية معالي عبد العزيز محمد صماله وعبر من خلال حديثه عن مدى سعادته للمشاركة في هذه المناسبة للإعلان عن تصدير كتاب جديد يتعلق بتاريخ الفقيد يوسف حاج إسماعيل قبيلة وكان من أبرز مؤسسي التعليم في صوماليلاند. قام اليوم مدير العام لوزارة الثروة المائية الدكتور عبد الرزاق تامع نور بتقديم شهادات ل14 طالبا وطالبة من طلبة كلية الهندسة بجامعة هركيسة والذين أنهوا تدريبات تتعلق تخطيط الخرائط المدن والهندسة وتمديد أنابيب المياه. أنا اليوم المدير العام لوزارة الثروة المائية الدكتور عبد الرزاق جامع نور بتقديم شهادات ل14 طالب وطالبة من كلية الهندسة بجامعة هركيسة والذين أنهوا تدريبات تتعلق تخطيط الخرائط المدن وهندسة تمديد الأنابيب المياه في المدن. واستمر هذا التدريب لمدة شهر بمقر وزارة المياه والخيرات المائية بجمهورية صوماليلاند وخصص هذا التدريب لدعم ومساعدة طلبة كلية الهندسة بجامعة هركيسة وتقديم لهم أحدث العلوم العصرية. هذا وتحدث في المناسبة المدير العام لوزارة الثروة المائية والذي أشار مواصلة الوزارة لمساعدة طلبة الجامعة في كلية الهندسة وتقديم لهم المعلومات الخاصة بما تحتاج له وزارته في المستقبل ومشاركتهم
في تدريبات بهذا الشأن لاحقا. أقيمت اليوم مراسم لتشريع جثمان الفقيد يوسف عبد علي، والذي كان طابضا برتبة كولونيل التابعة للقوات المسلحة بجمهورية سوماليلاند. أقيمت اليوم مراسيم لتشييع جثمان الفقيد يوسف عبد علي، والذي كان طابضا برتبة كولون التابعة للقوات المسلحة بجمهورية سوماليلاند. هذا وشارك بمراسيم تشييع الجثمان الفقيد ضباط من بينهم قائد السابق للقوات المسلحة نوح تاني، مسؤول من الحكومة والعقلاء وشعبا قفير. هذا وتحدثوا جميعا تاريخ الفقيد وتمنوا من الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته وأن يمن على أهله وشعب صوماليلاد الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، على أمل اللقاء بكم في نشراتنا القادمة. تقبلوا مني ومن فريق العمل أطيب المنى، وإلى اللقاء.